أخبار سريعة مع حضراتكم نقولها قبل ما نطلع الفاصل. المغرب يجدد الثقة في وليد الركراكي طبعا بعد من الخروج من أمم أفريقيا، وتم تجديد الثقة رسميا من جانب الاتحاد المغربي في وليد الركراكي. أعلن الاتحاد المغربي في بيان رسمي النهاردة استمرار الركراكي مدربا لمنتخب المغرب. قال البيان عقد فوزي لقجع رئيس الاتحاد عدة اجتماعات لتقييم مشاركة المنتخب المغربي في كأس أفريقيا مع الركراكي الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة ومصاحبها من نتائج، كما تم التوقف على أسباب الخلل في البطولة خاصة في المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا. البيان أوضح أن الاتحاد المغربي بيجدد الثقة في الركراكي للمرحلة المقبلة وبيمنحه كل الدعم والثقة من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها الكرة المغربية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة. وتم طبعا كما يشكر اتحاد الكرة الجماهيرية المغربية الوفية داخل وخارج الوطن على التضحية المبذولة خاصة من الجماهير. كان في شكر واضح للجماهير المغربية اللي تواجدت في ساحل العاج لمؤازرة المنتخب المغربي. كل التوفيق لمنتخب المغرب. منتخب المغرب ما عندوش مشاكل كتير الحقيقة، يعني عنده بعض المشاكل شوية كان في الفترة اللي فاتت على مستوى اللاعبين، خروجهم، إصابات، لكن على الحقيقة عندهم منتخب رائع، عندهم مدير فني على أعلى مستوى. وطبعا الاتحاد المغربي بيجدد الثقة للركراكي ومتابعته لمشواره مع المنتخب المغربي.